تفاصيل مهرجان خالد بن حمد المسرح الشبابي نتعرف عليها اليوم مع حازم الشيخ رئيس اللجنة الإعلامية للمهرجان والدكتور مهند المشهداني القائم بأعمال رئيس الجامعة الخليجية إحدى الجهات الراعية لهذا المهرجان. مساكم الله بالخير، يا هلا فيكم. مرحبا دكتور، كيف الحال؟ كيف صحتك؟ الحمد لله، الله يسلم خليك، حياك. يا هلا أخوي حازم، شلونك؟ الله يسلمك. طبعا يعني حازم، تفضل. الاستمرار هو دليل النجاح اكيد. نعم. لان اي مشروع فاشل او مو ناجح ما راح يستمر. في نفس أكيد. الوقت هذه راح يمكن يكون لود عليكم عشان تقدمون الافضل. نبي نعرف شنو الجديد هالسنه حازم. انا اولا خليني ابتدي الافتتاحيه مالتي ان انا سعيد بتواجدي معاكم، سعيد بتواجدي بجانب الدكتور بزميلي العزيز بدر محمد واطلالته الجميله وزملائي ايضا في الكنترول بسام نيله. أنا جدا شاكر لكم هذه طبعا اللقاء. خلينا نتكلم عن جائزة خالد بن حمد أو مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي، واللي هو في هذه السنة بمسمى جديد، بهوية جديدة وبلون جديد. هذا العام يعني نشاهد إتاحة الفرصة للشباب بشكل أكبر. اليوم نشاهد تغطيات مسرحية للشباب المشاركين بشكل أكبر، تغطية إعلامية أكبر، فرص أكثر للشباب. هو الهدف من هذا بناء قاعدة جماهيرية أو شبابية للمسرح الشبابي والثقافة. اليوم نشاهد أيضا مشاركة الفرق الموسيقية في العروض، مشاركة الورش التدريبية بإشراف أستاذ عبد الله السعداوي وخليفة العريفي، يعني ورش في فن الارتجال، ورش في فن التمثيل والحركات والتعبير الحركي، كل هذه على هامش مهرجان جائزة خالد بن حمد للمسرح الشبابي للأندية الوطنية والمراكز الشبابية وذوي الإعاقة. والجديد أيضا من هذه كلها هو إشراك ذوي الإعاقة في هذه النسخة. طبعا هذه بادره جميله منكم، يمكن راح نتكلم عنها بعد شوي. انتقل لك دكتور مهند، منورنا في الاستوديو. يمكن مو غريب على الجامعه الخليجيه اهتمامها ايضا بالشباب، شنو الشيء اللي يحرككم دائما لدعم الشباب تحديدا خصوصا الموهوبين واللي تحسون ممكن يطلع منهم شيء؟ اولا بالبدء يعني انتهز هذه الفرصه ان اقدم شكري واعتزازي بكم، وشكرا على الاستضافه هذا في هذه المناسبة العزيزة علينا. حقيقة ننطلق أولا من قيم الجامعة، الجامعة الخليجية لديها بعض القيم، منها الاهتمام بفئة الشباب. الشباب هم عنوان الحياة، هم أساس المجتمع. الشباب يحملون الأفكار، وبالتالي هم متى ما جهزناهم بهاي الأفكار الصحيحة ممكن أن يطبقوها ويرتقون بالمجتمع. طبعا عادة ما تقاس المجتمعات بمدى تقدم الشباب، ببدأ بناء هذه الفئة المهمة اللي تعكس هوية المجتمع. فإحنا يعني الهدف مالتنا هم فئة الشباب، لأن نتوخى من الشباب أن يحملون أفكار صحيحة، أفكار علمية يطبقوها في جانب حياتهم المستقبلية. نعم، يمكن أرجع لك حازم، وجود دكتور مهند معانا اليوم يأكد على وجود هذه الشراكة المجتمعية. وما تنجح أي فعالية وما ينجح أي حدث إذا جهة واحدة تشتغل، لازم كلنا نحط يدنا في يد بعض عشان تطلع الفعالية بهذا الشكل. خبرنا عن الجهات الداعمة، الاستجابة، هل كانت استجابة سريعة؟ شوف والله بدر، يعني احنا نتكلم عن الهدف الأساسي، شعار المهرجان هو لنغرس بسمة، وبالفعل الكل حرص على التواجد وكل حرص على هذا الشعار وتحقيقه، اللي هو غرس البسمة بين الحضور وبين الجماهير وبين الشباب المشاركين. فأمانة الجهات الداعمة كانت كثيرة والمساهمة كانت يعني بشكل فعال، منها طبعا الجامعة الخليجية اللي بادرت طبعا مبادرة فريدة من نوعها، اللي هي تقديم منح دراسية لأفضل ممثل وأفضل ممثلة. يعني هي بادرة علمية نوعا ما، وحافز للممثلين على إعطاء أفضل ما لديهم من إمكانيات علشان يبرزون نفسهم وعشان يحصلون أيضا على هذه الجائزة. فهذه يعني بادرة تحسب للجامعة الخليجية. أيضا ما ننسى الشركات الثانية، منها تمكين وباتلكو، كوكاكولا، بابكو، وقدوع، والحواج، والفخامة للسيارات جيبك، المجلس الاقتصادي يوسف بن أحمد كانو، وشركة غاز البحرين نيسان، وأيضا مشاريع القصر. هذه كلها جهات كانت داعمة ومساهمة لإبراز هذا الحدث الشبابي، كانت حريصة أمانة على دعم الشباب.
جميل ان انت ترى الشباب اليوم على خشبه المسرح يتنافسون لاول مره، وهو هذا الهدف اللي يطمح له سمو الشيخ خالد بن حمد ال خليفه نائب الاول لرئيس المجلس الاعلى للشباب والرياضه، رئيس الاتحاد البحريني للعاب القوى، والرئيس الفخري ايضا للاتحاد البحريني لرياضات المعاقين. هو هذه يعني تاتي من ضمن مبادرات سموه المختلفه، منها الثقافيه والانسانيه والعلميه والرياضيه. فسموه موجه ايضا هذا العام في هذه النسخه على إشراك فئة ذوي الإعاقة في هذه النسخة، وهي أيضا بادرة اللي سموها. فأنت جميلة ما تشوف هذه الشباب وهذه الفئات كلها من ذوي الإعاقة، ما في فئة بروحهم يشاركون فيها، لا راح يشاركون من ضمن المسارح والعروض اللي يشاركون فيها جميع الفئات. فأنت راح تشوف تنافس ما بين جميع الفئات اليوم. يعني لما تشوف الشاب يبدأ يعني هم يعني مثل ما تقول يعني البنية التحتية لمملكة البحرين ومستقبل مملكة البحرين، فأنت ليش ما تساعدهم على إظهار إمكانياتهم؟ أكبر دليل على ذلك عندنا أيضا البسام، شارك مع مركز شباب الرفاع في عرض مرواس، عرض الافتتاح أمانة كان عرض جدا جميل، عرض ممتع وشيق، شارك في أول مرة له كمخرج ومؤلف وأعطى الفرصة للممثلين الجدد، فهي هذه اللي يهدف لها هذا الملتقى الثقافي أمانة. يعني بالخاش ما يخبرنا. نرجع لك دكتور. وكان حضور جماهيري قوي يعني لو تشوف الجماهير شلون تفاعلت مع العرض ماله. يستاهل بسام والله. نرجع لك دكتور، يمكن أنتوا مركز الاحتضان الشباب، أنتوا اللي قاعدين اليوم تهيئون الشباب، شباب المستقبل خلينا نقول. ايش قدر تحس ان اليوم الحمد لله نفس ما قلنا في البدايه بان قياداتنا قاعده تدعم الشباب ومؤمنه باهميه دور الشباب مستقبلا، كيف باعتقادك ينعكس هذه الاهتمام على الشباب، والعكس اذا تم تهميشهم خلينا نقول كيف راح ياثر سلبا على المجتمع؟ طبعا يعني انطلاقا من توجهات سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة باحتضان الشباب وإقامة بطولات ودورات، تبنت الجامعة الخليجية فكرة رعاية هذه الأنشطة، منها البطولة اللي صارت للصالات لكرة القدم المراكز الشبابية، وأيضا الآن المسرح الشبابي للأندية الوطنية ومراكز الشباب وذوي الإعاقة. بصراحة دور الشباب دور مهم في بناء المجتمع، هم اللبنة الأساسية للمجتمع، منهم نقدر نبني الحاضر ونطلع للمستقبل ونرى في عيونهم مستقبلنا الزاهر. فأكيد احتضان هاي الشباب ودورهم دور بناء ودور مهم. طبعا كجامعة تبنينا العديد من الافكار في هذا الصدد. بصراحه منذ اكثر من عامين احنا عندنا نشاطات كثيره، منها دعم الحركه الرياضيه بمملكه البحرين، على سبيل المثال منتخب البحرين بكره اليد اللي تاهل لنهائيات كاس العالم تم تكريمه وعمل له احتفاليه، ايمانا منا بغرس بعض القيم المهمه في حب الوطن والانتماء للوطن وتمثيل الوطن، خير تمثيل مشرف. ايضا كانت هناك نشاطات اخرى مع اللجنه الاولمبيه البحرينيه بتكريم الفريق البحريني المتهالي لنهائيات ريو جونيرو والحاصلين على الأوسمة، وكذلك دعم مستمر، والطالب اللي قدمنا له منحة الآن هو طالب انضم لنا في الجامعة الخليجية ويدرس بقسم الإعلام والعلاقات العامة، ما شاء الله. وإحنا سعداء أن نشارك ولو بشيء بسيط في وضع يعني لبنة صحيحة في هذا المجتمع الطيب. إضافة لذلك الجامعة قدمت العديد من التسهيلات أيضا والدعم للشباب، يعني الدعم كون احنا مؤسسة أكاديمية مؤسسة علمية دائما محور عملنا هو الجانب الأكاديمي والفكري وتطوير الذات وتطوير شخصية الطالب، فقدمنا العديد من الدعم المالي للطلبة خاصة طلاب من مملكة البحرين. في هذا السمستر فقط قدمنا حوالي 112 دعم مالي للطلبة المقبولين في هذا الفصل الدراسي، إيمانا منا أنه بدورنا بالتفاعل مع المجتمع، وكذلك غرس بعض المفاهيم المهمة في شخصية الإنسان، منها حب الخير والتطوع والعمل التطوعي وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن.
نعم اكيد جهود تشكرون عليها دكتور مهند المشهداني اخوي حازم الشيخ نورتنا اليوم، اتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. ونبي نركز ايضا على ادخال ذوي الاعاقه هذه السنه. نعم. هذه ايضا اضافه كبيره حق نعم المجال. انا بس تسمح لي بس في ثواني أنا يعني ما انسى جهود طبعا وزاره شؤون الشباب والرياضه برئاسه سعادة السيد هشام بن محمد الجودر وزير شؤون الشباب والرياضه اللي سخرت كل الامكانيات وذيلت كل الصعوبات من أجل تنظيم هذا. طبعاً هم يشرفون على تنظيم المسرح الشبابي جائزة مهرجان جائزة خالد بن حمد، وأنا شاكر لكم جداً هذه الاستضافة ويعني وشاكر لطاقم العمل كافة، وأتمنى لكم المزيد من النجاح والتألق. أجمعين شكراً لكم وموفقين إن شاء الله. شوياً انتقل لنايلة وين بنروح؟ مو بعيد عن المسرح والفن، أنا أحب أخذكم إلى أخبار الفن والفنانين وبنتعرف هاي ليس هي الدورة الأولى التي تقيمها الجامعة الخليجية، قمنا العديد من الدورات خاصة في مجال الإعلام والعلاقات العامة. الدورة تتناول الإعلام الجديد والتصوير الرياضي، يعني ماخذ الحيز الأكبر هذا. الدورة فتحت نوافذ على الإعلام المستقبلي مع توافق مع ثورة المعلومات وتكنولوجيا المعلومات، كيف سيكون شكل الإعلام في عام 2020 بعد أن تتغير كل مفاهيم الإعلام نتيجة التقدم التكنولوجي. من المحاضرة اليوم كانت عن أساسيات التصوير، وبالفعل مثل ما كان في بالي أنه تقريبا في كم يفتقد إلى الأساسيات وهذه المعلومات، والحمد لله إن شاء الله أكون قدرت أوصل لهم إياها بفكرة أسهل منها هي كتابيا. اليوم تعرفنا على أشياء لازم من الأساسيات لازم تكون موجودة معنا في مجال التصوير الرياضي بالذات، يعني العدسات شلون نختارها، عندك شنو الشيء الضروري اللي يكون موجود ويانا. يعني الحمد لله محاضرة تعتبر قيمة جدا لنا، حتى لو احنا بعد سنوات من التصوير بس كل واحد يحتاج يتعلم أكثر. الحقيقة برنامج التدريبي اللي عنوانه الإعلام الجديد والتصوير الرياضي استمر 3 أيام، تضمن 3 محاور. المحور الأول ورقتان عمل قدمتهم، الورقة الأولى عن العرب والإعلام الجديد، والورقة الثانية كانت عن الصحفيون العرب والإعلام الجديد. واليوم نختتم هذا البرنامج التدريبي بحضور الأستاذ عبد الرحمن العسكر أمين عام اللجنة الأولمبية للشباب والرياضة. في البداية أنا كنت مسجلة حق الدورة، يعني من يوم سمعت إن في شيء يخص التصوير الرياضي وايد تحمس، لأن أنا أصور الرياضة بس ما عمري خذت أي دورة رياضية، فكنت وايد متحمسة حق الدورة. يعني أنا ما كنت متوقعة خير شر، لأن في عدد هائل، يعني أنا توقعت إن يكون مشاركة قليلة، بس العدد الهائل اللي شفته داخل صراحة كنت شايلة اسمي من الاعتبار. يوم نادوني كخيار كنت قايلة لا، يعني أيست شوي، بس صار لي نصيب، يعني ما أدري الحمد لله.